صباح الخير عليكم واهلا بيكم في برنامج ذا كلينيك من كارديو اليكس 19. النهارده معانا في استضافتنا دكتور محمود سليمان. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ممكن الاول تعرفنا بنفسك؟ دكتور محمود سليمان، استشاري القلب والاوعيه الدمويه وعضو الرابطه الاوروبيه للاسطره التداخليه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وحضرتك مشرفنا النهارده. والنهارده كنا حابين نتكلم معاك في موضوع مهم، وهو موضوع قسطره القلب. طبعا في بعض الدكاتره بيواجهوا مشكله لما بيخشوا يعملوا قسطره، ان هم مش بيبقى فيه انسداد تام في الشريان التاجي، فبالتالي مش بيبقوا عارفين انهي شريان بالظبط اللي احنا هنستخدم فيه الدعامه. فحابه حضرتك تتكلم اكتر معايا بتفصيل عن الموضوع ده. هو الحقيقه احنا لما بنخش قسطره القلب، لو الحاله موجود شريان مقفول على بعضه بيسموها الاستامي، خلاص ما عنديش مشكله، انا عارف ان ده التارجت فيسل بتاعي وعارف ان المشكله هنا، وبخش بحط الدعامه. المشكله الاكبر لو انت دخلت العيان نون استامي ودخلت لقيت ان لا، انت ما عندكش شريان على بعضه مقفول، ولكن عندك تضيقات مثلا في شريان او اتنين او تلاته. اللي بيحصل انك لازم تحدد انهي شريان اللي جاب العيان، اللي بنسميه الكالبريت فيسل. انت محتاج تحدد الكالبريت فيسل. عشان احدد الكالبريت فيسل في اكتر من حاجه الحقيقه. اول حاجه لازم اعمل حاجه اسمها ريسك ستراتيفيكيشن للعيان. يعني ايه؟ يعني انا النهارده العيان ده على بعضه، العيان ده مش نتيجه فيلم قسطره بس. انا دخلت النهارده لقيت مثلا عندي دي في ال اي دي وفي السي اكس وفي الار سي اي. اوكي؟ طيب انا جيت النهارده العيان ده، اول حاجه العيان جاله الوجع، شكل الوجع بيفرق؟ ممكن يفرق. عيان جايني بشكوى انفيرور، جاي بيرجع، جاي عنده بين هنا شويه، ممكن يكون لا ده ستابنج، الالم فظيع جدا. بقارنه بايه تاني؟ بالرسم القلب الاي سي جي. بشوف الاي سي جي، الاي سي جي اللي جايبني ده هل ده انفيرور ولا انتيرور ولا انفرولاترال؟ ليه؟ لان رسم القلب هيوضح لي فين الشريان اللي كان عامل المشكله. دي حاجه. الحاجه الثالثه ان حضرتك بتبص على الفيسلز نفسها، هل في حاجه ريسنتلي عامله مشكله ولا العيان ده عنده الفيسل ده مقفول من زمان. بمعنى انا ممكن اخش الاقي العيان ده جايب انفيرير، ولكن هو عنده، كل الناس هتبص على الار سي اي، الار سي اي بصيت لقيته مقفول، والسي اكس في ليجن وحاجه مايلد في الاله دي. طيب الانفيرير يعني ار سي اي، بس هو الحقيقه انا لقيت الار سي اي ده توتال ومقفول من زمان وسي تي او. يبقى المنطق بيقول ايه؟ ان نفس المكان ده او نفس الاريا دي بتتغذى عن طريق السي اكس، يبقى التارجت ليجن بتاعي هنا السي اكس. ما اجيش اقول لا العيان ده جايب انفيرير، فانت لا الانفيرير بالنسبه لي هو الار سي اي. لا، ليه؟ يبقى انا الاول لازم ابص على رسم القلب بتاع العيان، كلينيكال العيان عامل ازاي، ضغط العيان عامل ازاي، كل الحاجات دي بحطها في المايند وانا داخل بصور العيان. ليه؟ لان انت وانت داخل بتاكسبكت، بتتوقع هتلاقي المشكله فين. تمام. هيفرق معاك، هيفرق معاك كتير جدا. ليه؟ لان انا لو داخل وتارجتد انا عايز ايه، هيفرق معايا لما الاقي ثلاث حاجات. خلاص انا بالنسبه لي العيان ده انفيرير، فالحته اللي موجوده في الال اي دي مثلا مش دي اللي جايبه العيان. طيب ما هو نفس العيان انفيرير بس الار سي اي مقفول، صحيح بس ده مقفول من زمان. مش ده اللي جابه النهارده. ماشي. اكتر حاجه توضح لك لما تيجي تركب الدعامه وتلاقي العين يقول لك هو ده نفس الوجع اللي جابني، يبقى انت كده نجحت في ان انت تحدد المشكله فين. فهمت قصدي حضرتك. طيب لو مثلا في الدكتور دخل وواجهته مشكله ان هو عنده دعامه واحده وهو عنده كذا شريان، وممكن مثلا يكون في حاجه هو يعني مش قادر يحدد بالظبط، يعني اون سبوت هو مش قادر يحدد اني واحد فيهم، ممكن يبقى ايه التصرف في يعني في ساعه التصوير نفسه؟ هو الحقيقه هو سؤال حضرتك محترم جدا، وهو بنفس الكريتير. بمعنى انت دايما لما بتخش القسطره فكر وكانك تملك دعامه واحده، فكر وكانك تملك انك هتوسع شريان واحد للعيان. تمام. يعني بناء على كلام حضرتك انا لو عندي كذا شريان انا بحدد قراري وبركب الدعامه في المكان اللي انا شايفاه انسب حاجه، من خلال بقى الصور اللي عندي والكلام ده كله. طيب بعد بقى ما بركب الدعامه في المكان المناسب ليها، ازاي ببدا اتابع الحاله وازاي اتاكد ان الحاله دي ماشيه على الطريق الصح، ان انا ما سببتش اي مشاكل او ان هو ما يحصلش اي مضاعفات؟ هو زي ما حضرتك كده بتفضلتي قلتي، احنا عندنا حاجتين مهمين. السؤال الاولاني انا هكمل في القسطره ولا لا، بمعنى هل انا املك دعامه واحده فخلاص حليت بيها المشكله في الشريان اللي جاب العيان، ولا انا عندي لا البادجت مفتوحه والعيان يقدر يركب 3 4 دعامات فحل المشكله.
الجايد لاينز الجديده الحقيقه يقول لك لو انت اكسبرت انف، انت عندك الخبره الكافيه اللي تقدر تشتغل بيها الحالات دي، وعندك الادوات وعندك كل حاجه، كمل الحاله. بلس ان لازم العيان يبقى ضغطه كويس، لازم العيان كلينيكال يبقى ستيبل، بس مش هكمل حاله والعيان عنده مشاكل. طيب لا، انا ما عنديش الرفاهيه دي، انا عندي دلوقتي مثلا انا شغال حاله الساعه 2 بالليل وما عنديش الامكانيات اللي تساعدني ان انا اكمل الحاله. خلاص حضرتك عملت التارجت فاسل او الكالبريت ليجن اللي هو جايب العيان دلوقتي، يبقى حضرتك بتنقل العيان للسي سي يو يقعد ياخد ادويته، تجهز ادواتك وتجهز شغلك والعيان يستقر، تطمن على العيان وتبدا تخش تعمل له باقي الحاجات اللي هو محتاجها. طيب الحاجه اللي بتواجهنا في مصر ان احنا فاينانشال احيانا العيان ما بيبقاش قادر، خلاص يبقى ولا اي حاجه، حضرتك خلاص انت حليت له المشكله دلوقتي، بتستنى لغايه ما العيان يطلع قراره بباقي الدعامات او وات ايفر انتوا هتتصرفوا ازاي او شايفين وجهه نظركم في باقي الشرايين ازاي، ولكن مفيش قلق على العيان لان انت اوريدي خلاص حليت له المشكله اللي جابته، بلس ان هو ماشي على الادويه في الفتره دي، فان شاء الله مش هتحصل اي مشكله. تمام. اخر سؤال عايز احب اساله حضرتك هو عن كارديو اليكس. حضرتك شايف وجود مؤتمر زي ده عندنا هنا في مصر، بيحضروا الناس من بره كتير وبيبقى فيه تبادل خبرات بشكل كبير، شايف ده ممكن ازاي يفيد او ياثر على الكارير او البروفيشن بتاعه الكارديولوجي عامه في مصر؟ هو الحقيقه كارديو اليكس انا بحضره من زمان جدا، ويعني مجهود غير طبيعي، مجهود الناس تشكر عليه. الحاجه المميزه اللي موجوده في كارديو اليكس المره دي الورك شوبس اللي معموله بشكل احترافي جدا، جايبين الحقيقه الناس المور بريليانت، ناس يعني في غايه الروعه، اساتذه محترمين جدا، بيدوا الكورسات بشكل منظم بشكل سيستماتيك بشكل يطلع الدكتور الصغير فاهم حاجه، متعلم حاجه، يعرف ياخد قرار. فالحقيقه يمكن كارديو اليكس من المؤتمرات الجميله اللي الواحد بيحضرها وبيستفاد منها جدا، ولكن المميز جدا السنه دي موضوع الورك شوبس، وعاملينها في اماكن موجوده الناس كلها شايفاها الحقيقه. يعني حتى اول ما دخلنا كده ايه الازاز اللي محطوط ده، لا فوجئنا، هي ورك شوبس معموله وانت شايف بروفيسورز من كل حته في العالم بيعملوا شغل محترف جدا، بيعلموا الناس بايديهم تكنيكس جديده. فلا الحقيقه الشغل اللي معمول هايل جدا، والحقيقه هو ده اللي هيفرق مع الدكاتره الصغيرين. يعني انت لما تاخد حد عدد صغير، العدد ده تفهمه وتعلمه ويسال وتجاوبه على كل الاسئله اللي هو عايزها، فما يبقاش خايف ولا يبقى خجلان ولا ماسك مايك قدام الناس كلها فايه ده الناس تضحك، مفيش الكلام ده. لا الحقيقه هم السنه دي كمان مميزين جدا بموضوع الورك شوبس اللي معموله، فالواحد مبسوط قوي. احنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا وتشرفنا بالمعلومات القيمه اللي حضرتك وجدتها للدكاتره بتاعتنا، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في الكونفرنسز الجايه الاكبر ان شاء الله. وانا اتشرفت بيكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين.